بالنسبة للسؤال الأول، هل تعطينا تفاصيل حول الحادث؟ نعم نعم سيدتي، تفضل. فيما يخص الحصيلة فقط سيدتي، إذا 3 وفيات، إذا وفيتين كانوا في حالة إغماء مصابين على مستوى الرأس، لم يتوفوا، تم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي لقسنطينة. إذا 3 وفيات و27 ضحية مجرحة بمختلف الجروح. نعم، لو تعطينا تفاصيل أكثر، يعني هل الأسباب الحادث؟ والله سيدتي يعني الحادث يعني في هذا الشاطئ، طريق تاع الشاطئ هذا، الأشخاص يأتون إلى الشاطئ هذا، الشاطئ واد بيبي، طريق معبد وطريق يعني في منحدر، وكذلك يستعملون يعني الأشخاص تكون هناك يعني ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش المنعرجات، وكذلك تكون يعني الحافلات نتاعهم تكون ممتلئة بالعدد، يعني العدد كبير، تكون نعم. ممتلئة بعدد كبير مما يصعب التحكم على المنحدر، التحكم في المركبة. نعم سيدي صادق، من فضلك إذا يعني لديك معلومات حول جنس الضحايا أو المصابين، أعداد والله أعمارهم. نعم سيدتي، فيما يخص الضحايا المتوفين رحمهم الله ونعزيهم ونعزي يعني أهاليهم، وإن شاء الله ربي يتقبلهم إن شاء الله برحمته. الأولى وهي امرأة في الخمسينات، وهي امرأة. الضحية الثانية وهو عبارة عن جنس ذكر حوالي 25 سنة، والضحية الثالثة وهي 14 سنة. وهي الضحية كانت محصورة إكرازي تحت الحافلة، مما تطلب استعمال أدوات الفك ماتيريال ديزانكارسيراسيون، تم بها خرجنا هذه الضحية. والضحايا الأخرى وهي متفاوت الأعمار، أعمار كبيرة ومتوسطة وصغيرة.